مؤتمر أصدقاء سوريا في طهران بمشاركة وفود من 40 دولة بالتأكيد على الحل السلمي للأزمة ودعم المساعي الدولية في هذا الإطار. وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أكد أن مؤتمر طهران يؤكد ازدياد عدد الدول التي تريد حل الأزمة في سوريا سلميا. مؤتمر أصدقاء سوريا في طهران قاطعه من سموا أنفسهم يوما أصدقاء الشعب السوري، فحتى الوفاء للإسم لم يدفعهم لحضور المؤتمر رغم تلقيهم دعوات المشاركة. انعقد المؤتمر تحت شعار الحل السياسي والاستقرار الإقليمي بمشاركة وفود من 40 دولة وحضور رؤساء دول سابقين ووزراء خارجية دول عدة وممثلين عن دول أخرى وممثلي منظمات دولية. هي خطوة مهمة لحل الأزمة في سوريا على قاعدة عدم السماح بالتدخل الأجنبي، وأن تترك الأطراف التي تدعي الديمقراطية الشعب السوري يحدد مصيره، هو ما أكده وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي. إن مضاعفة العنف والتأخير في حل السياسي لهذه الأزمة لم يكن لمصلحة أي بلد من الدول الأطراف والمنطقة والعالم، لأن مضاعفة الأزمة وهذا الالتهاب وتسريه إلى باقي البلدان سوف يوجد الأرضية لاشتباكات ولعدم الاستقرار، وهذه أخطار هذه سوف تؤثر على النظام الدولي. كرر صالح التمسك بالحل السياسي خلال افتتاح أعمال المؤتمر مرات عدة، ما يؤكد إصرار المجتمعين على التسوية السلمية للأزمة رغم قرقعة السلاح الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وتركيا وبعض دول الخليج. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على طريقة الحل السياسية بمشاركة المندوبين الحقيقيين للشعب للخروج سوريا من هذه الأزمة، ومن هذا المنطلق فإن طهران بذلت الجهود من أجل أن تكون مباحثات جدية منافسة مأخوذة من آراء الشعب السوري. مؤتمر أصدقاء سوريا أقر تشكيل لجنة اتصال دولية لمتابعة الحوار بين الحكومة والمعارضة وإفساح المجال أمام الشعب السوري ليكون على رأس حل الأزمة، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني في ختام مؤتمر طهران أن المؤتمر يدل على ازدياد عدد الدول التي تريد حل الأزمة في سوريا سلميا عبر الحوار، مضيفا أن المشاركين في المؤتمر أكدوا على رفض التدخل الخارجي وإرسال الأسلحة إلى الإرهابيين وعبروا عن دعمهم للمساعي الدولية لحل الأزمة. إذن تعول طهران أن يعطي مؤتمر أصدقاء سوريا جرعة إضافية للمؤتمر الدولي المزمع عقده في جنيف، والذي تصر موسكو على حضورها على اعتبار أن إيران تدخل في عداد أهم الدول التي يجب أن تشارك في المؤتمر، وهو ما أوضحه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال لقائه نظيره الأمريكي في باريس. وزير الخارجية الروسي سيرجي